يعيش سكان مدينة التربة بتعز كارثة إنسانية ومعاناة كبيرة في الحصول على المياه في ظل عدم دخول ناقلات المياه إلى المدينة وتوقف الكثير من الآبار عن بيعها حسب إفادة المواطنين. الصراع من أجل الماء هو العنوان الأبرز في مديرية التربة بمحافظة تعز. الجديد هذه المرة أن سائقي ويتات المياه يشكون منعهم التعبئة من الآبار الارتوازية إلا لمرة واحدة فقط، وكذلك منعهم من بيع المياه لأهالي التربة والذين زادت معاناتهم من هذا القرار المفاجئ. تفاجأنا بعدم توفر الماء لدى أصحاب الويدات في منطقة التربة، وحين سألنا عن الأسباب أجاب بأن السلطة المحلية أصدرت قرار منعهم من التعبئة من منطقة دواء الداخل ومنطقة المركز، وكما هو معلوم للجميع أن منطقة التربة تعاني أزمة مياه خانقة. المنطقة هذه جفاف وما فيش مياه صالحة للشرب غير هذه البير، وأصحاب الويتات طبعا ينقلوا المواطنين للشرب، ما فيش مياه صالحة للشرب غير هذه البير. أنا كمواطن لما اتصل لصاحب الويت يجيب المياه يقول لي ما فيش منين أروح أشرب، يعني من المقاري. وأسباب انتشار مرض الكوليرا إيش؟ من الماء الملوثة الذي يغرفون المواطنين من الآبار المكشوفة. نحن نعاني من شحات الماء بمدينة التربة، أو مدير المديرية جاب تصريح لأصحاب العابر بعدم تعبية الويتات بسبب أنهم يسقون مزارع على قد مدينة التربة، بالرغم من أن مدينة التربة ما في بش ولا مزرعة قط. ومطلبنا أنه نشتي تصاريح لأصحاب الآبار وخاصة بير المركز اللي تغذي مدينة التربة للشرب. أسباب منع الويتات من أخذ المياه من منطقة دباع هو خوفا على مصادر المياه، حيث أن الحوض المائي في بني حماد والأخمور قد قفت نهائيا بسبب ساقي القات. قمنا الآن أخيرا بإصدار تراخيص لأصحاب الويتات بنقل الماء لأصحاب المنازل والمحلات التجارية فقط لا غير، خوفا على المياه من الانتهاء. السلطات المحلية في مديرية التربة أكدت أن المنع لأسباب تتعلق بالحفاظ على مخزون المياه في بئر التربة، كونها البئر الوحيدة الصالحة للشرب في المنطقة، ويقتصر المنع على أصحاب الأراضي الزراعية التي تزرع شجرة القات، بينما المنازل لا يشملها القرار. المشروع هذا هو الوحيد اللي يغذي منطقة التربة، بكونه أنه ما صالح للشرب الوحيد بالمنطقة، ولنا حوالي بحدود 7-8 أشهر نستخدم منه المي. والآن مشروع العزاعز يعني قدم منع بكونه أنه نعم يؤثر على البير حقهم، ومنعوا نحن الآن قابوا لنا نحن باليوم بتصريح زفة واحدة باليوم، ونحن شقات على من 3 أسر من أسرتين، يعني نشتي الآن أنه تصريح يجيبوا لنا تصريح نعبي كالعادة، يعني زي ما كنا نعبي من قبل. سبب منع الويتات من تعبية المي من المشروع أن في الضغط من مشروع مياه العزاعز، أن جابوا أمر لمنع أي ويت يعبي مي من حق أصحاب التربة. أيوة، فنحن منعنا يعني منعنا أصحاب التربة، وكنا نعبي لهم باليوم ويت واحد لكل واحد زفة، ما عاد زي ما زيدناش ووقفناه يشتوا بس لأصحاب المنطقة لحالها، لأنه نعم بيتأثر حوض المشروع مياه العزاعز. نحن أوقفنا إخراج المياه من أو توزيع المياه من مشارع المياه في دبع إلى مزارع القات التي تستنفذ كميات كبيرة، وبالتالي تستنفذ المخزون المائي لمديرية الشمالتين بشكل عام. بئر واحدة في مديرية التربة صالحة للشرب، وفي منطقة تعج بالكثافة السكانية ونضوب مائها خطر قادم على الجميع، والحفاظ عليها بات مسؤولية الجميع في وقت لا بد من توفير الحلول العاجلة لتسهيل وصول ويتات المياه الصالحة للمواطنين.